نتائج كابتن حسام حسن تأهله ان هو ممكن يترشح مكان يبقى مدير فني منتخب؟ ايه انا بسألك انت بتضحك ليه؟ لا اصل كابتن حسام حسن دايما بيترشح دايما اكيد في كل وقت بيجي مدير فني بيجي هيجي له يوم ويمسك انسى انسى مش هي ما فيهاش انسى هو يستاهل لكن انسى طيب انا عايز بقى ارجع لك انسى ان حسام حسن حتى في النادي الاهلي انسى ان هو يدرب النادي الاهلي ليه بقى؟ تريح دماغك بقى السؤال ده بقى ليه لا السؤال قول لاي حد وكل المواقع حسام حسن لا هيمسك النادي الاهلي ولا هيمسك منتخب مصر. طب ليه يا كابتن؟ هو كده إيه لا اكيد في اسباب صح كده؟ اكيد في اسباب. حسام حسن مش مرغوب منه في النادي الاهلي ومش مرغوب فيه في اتحاد الكوره خالص رغم ان هو كابتن حسام حسن بيطلع دايما كده مع فضله الكابتن ايهاب جلال عليه في المنتخب حسام البدري وهو كان الثالث بالظبط لما الكابتن ايهاب جلال حصل مشكله مع نادي مصر ساعتها والشرط الجزائي والفيلم اللي اتعمل ده خرج بره الحسابات مفيش غير الكابتن حسام البدري وكان مرشح بقوه برضه بالظبط اختاروه وكان هو رقم واحد لما جه كابتن حسام حسن يترشح قال لك حسام حسن مش هيمسك منتخب مصر ليه السؤال ده؟ ليه يا كابتن؟ اساله الكابتن هاني بوريدا هاني بوريدا تحديدا طب والنادي الاهلي؟ اساله الكابتن محمود طب